ومعاه سكب ماده حارقه على عبد اللطيف المكي من طرف جاره. جاره هو كانوا متعاركين على شباك البلديه حكم انه يتسكروا ما سكروش، ودونك زوز اشقاء في الرشارش توا. عيب. تعاطفنا مع عبد اللطيف المكي. يلا تراجعوا انتاج تربيه الاسماك من 30,000 الى 15,000 طن سنويا. شو الرقم كيش يطيح يا سفين وخي؟ للنصف. شنو مشكلة علفة ولا مشكلة؟ والله ما نعرف. والله ما تعبت من المشاكل هنا. هي ريتا. معناتها الاسماك المربية واللي هي راهو المواطن تو ياخذ على الحوت المربي. سفيان انت في النوزة احترامتي ليك. انت في عام راهي التربية نقصت حتى في المجتمع. جات على الحوت. جهرب اللي تجبد الفيسبوك. جهرب اللي تجبد يلا. قانون المالية 25 يعفي قطاع توريد القهوة والشاي من الأداء على القيمة المضافة التفيع. المدير الجهوي للتجارة بصفاقس من هنا نهاية الأسبوع مشكل البطايطة سيكون من الماضي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله من الماضي. مدير الأبحاث الاقتصادية اليوم عمل تصريح مهم، قال فوضى عارمة في أسواق الجملة والتفصيل. الفوضى هذه دونك بالباتين دو بكذا سيتم القضاء على جملة كبيرة منها وبشوي ما يدخل كان أصحاب الباتين ده. واضح. القصرين إحالة مشروع بناء دار شباب بفوسان على القضاء. مشروع من 2013 تم انجازه يا سفيان في 2017 وتسكر خاطر ظهرت اخلالات كبيره في البنايه، تكلفت 433 الف دينار، اما لزمها 470 الف دينار للتهيئه. هي ب 430 مليون اما باش يصلحوها ب 470. هو معناها عام 2013 بدا هذايا، معناها يقولوا الشباب اللي عام 2013 عمره 20 سنه يستنى فيها تتبنى، توا عمره قداش؟ عمره 31 سنه راهو عرس ولا كهل، معناها حتى الشباب حربوهم حتى باش يمارس شباب حربوهم حتى باش يمارس. انا تو اللي يغيظك تعرف اللي يغيظك شنو معناها؟ اللي بنى واللي رق والمهندس وال عطى الرخصه عطى الرخصه والتجهيز. والله انا حاسس انه الفتره هذه القضايا قاعده تتحل. فما قضيتك كرجل اعمال 30 مازالوك يوقفوهم محامين وواحد ودنيا وفوزاء، معناتها كي تشوف المتورطين في القضايا ريت هذه دار شباب مينيموم فما 10 متورطين مينيموم. باش احكي لك مينيموم باش احكي لك حكايه والله مطران دون ذكر اسمي ما غير بدون ذكر اسمي بيان سور. فما مجرب اللي تجبد ايه لا والله لا ايه عقوبة اخضر علينا ولا بيس ان شاء الله نكملوا العام مع بعضنا ان شاء الله يا رب يلا. دوك والله فما محلل في احدى البرامج اللي صار مش اول مره يصير في حصتنا تفضل فهمني. دونك فما شكون قبل عقوبة اخضر تبارك الله محلل سياسي قبل خدم في برنامج سياسي مشهور قبل ايامات الديمقراطيه والله العظيم يا نوفل نحكي يوم من غادي من اجواء البلاد قال لي الفتره اللي تعديت العشريه الورديه قال لي اللي ما خذاش ارض مدلسه واللي ما عملش ثروه ما عادش يعملها صحيح هكا بالحرف صحيح. قال لي راهو اللي ما خذاش ارض مدلسه ما بدلش صيغه ارض ما ضربش ضربته في العشر سنين هذوما هكا راهو يحكي لي حكايات وعلي توك تشوف ساعات تفرد حاجه تحفر في جرتها 7000 واحد والله نقعد نرجع لكلامه والله يقول سيدي السيد كل دومين عليه حكايه. يلا طولنا في الكلام دونك الدخله مش نقول نمشي ولا مامي صنيفه نستمتعوا معاك بشنو نطيبوا من بعد نمشيوا للسبور وعنا برشا حكايه اليوم هذه ديما لاباس. يلا مامي صنيفه مامي الصنيفه بسمع مرحبا بيك شنو حوالك صافا وحشنا شويه استنس بينا ما زلت استنس بينا اكثر فوالا نحن عندنا موسكا موسكا اللي هي نقولوا نحن بالعربي شنو المسقعه هي اكله شرقيه هي أكلة مصريه اصلها الاصيل تركيه مش مصريه 19 وليت شرقيه باهي عندها تاريخ كبير المسقعة قديمة برشا من عهد العثماني داكو اما بشوي بشوي وحنا نبدلوا فيها خاطر انا سمعتها في مصر المسقعة في مصر في سوريا في فلسطين تري بيان باهي ما شقي اوكي دونك احنا شنو نستحقوا ليزانغريزيام باش نعملوا المسقعة سهلة ولا معناها في الدار التونسية نجموا نعملوها فاسيلمون سهلة عندنا باهي اوكي ليزانغريزيام كيفاش نحضروها نحضروا باذنجان جوست نحطوا له شوية ملح باش يخرج المرارة اللي فيه داكو نقليوا في شويه زيت ونعملوا صوص بشاميل وعندنا شويه لحم مفروم وعندنا نحن اذيا دونك حضرنا الباذنجان نتاعنا قليناه قصيناه حطينا شويه ملح قليناه حطيناه تو على جنب شنو نستحقوا بعد مشينا حضرنا صوص بشاميل اللي هي اي دار تونسيه نورمالمون فما الطفله ولا الام
تنجم تعمل فاسيلمون صوص بشاميل ماهيش فوالا 60 غرام فرينه 500 ملليلتر حليب حضر الروم تاعهم بعد صب الحليب الكل وتقعد تحرك فيها شويه فوق الغاز دونك هذه صوص بشاميل باذنجان كيف كيف حاضر وبعد عندنا اللحم مفروم اللي حطيته انت في الكاسرون حطيته شويه فوالا هو يطيب شويه ومن بعد نزيدوه الصوص الطماط نتاعنا صوص الطماط شوف شنو نستعمل في الطماطم اليوم طماطم سيكام اي طماطم سيكام طماطم سيكام نستعملوا زوز انواع من طماطم سيكام المقشره عوض ما نشريو طماطم كوتاوا اي فوالا طماطم غاليه شويه دونك نستعمل طماطم سيكام اللي هي فريشكه على الاخر هي فريشكه على الاخر ومقشره اون بلوس معناها مقشره حاضره انا حفظت درسي في سيكام وليت ديجا نحب ناخذ سيكام على خاطر فاسيلمون تتحل وعلى خاطر الطماطم فريشكه ونجي مشيت خذيت طماطم من الخضار حاضره مقصوصه مدشه ومقشره دونك انت باش تحطها فوالا فوالا دونك ديما نقولوا نحن اللي هي كل عاده خرق العاده من غير حتى كولورون من غير حتى مواد حافظه دونك تاخوها وعينيك نمبر 1 في تونس نمبر 1 في تونس دونك نحن باش نستعملوا فوالا دونك نحلوا البواطه نتاعنا سهله على الاخر جوستومون باش نحطوا الطماطم نتاعنا نحطوا الكل مفروم هذه باش نحطوها الكل باهي ونزيدوا مغرفه من الطماط كونسنتري فوالا دوبل كونسنتري دونك نحطوا الكل المقشره خاطر نحبوا الصوص نتاعنا تجينا فيها لاسبي نتاع الفريشور اكثر من لاسبي نتاع الطماط دوبل كونسنتري وباش ناخذوا الكولور نتاعنا اللون الاحمر نتاع التطيب نتاعنا من كونسنتري من دوبل كونسنتري اللي نحن ديما نفكروا انه كي مش تستعملوا مغرفتين تستعملوا مغرفه ونص هكيك مغرفه ونص مغرفه انت والكونتيتي اللي باش تعملها دونك تتحل فاسيلمون كيما نحن حليناها بون بكري شويه و باش نحطوا جوست مغرفه جوست مغرفه جوست على اللون تاع الصوص هكا الصوص نتاعنا اللون الاحمر اللي احنا حشناه به ونزيدوا شويه مي ولا ملح فلفل اكحل نخليوها شويه تتقلى وبعد نصبوا لها الماء داكوغ دونك نحطوا شويه ملح شويه ملح فلفل اكحل تيبل شويه كركم مي وشويه فلفل احمر ما تحطوش ثوم الثوم نخليوه شويه اخر نحطوه داكا لو طون اللي هي تغلي باش يقعد لنا البطاطا دونك هما توا يتقليو الكل مع بعضهم بعد نزيدوا شويه مي باش نزيدوا توا اوكي نزيدوا شويه مي توا سخونه ولا بارد سخونه سخون ديما نمرقوا بالماء سخون بي دونك الصوص هذايا نتاع المسكه اللي هي المسقعه قاعدة تيب على روحها فوالا تقعد تيب على روحها بعد شنو نعملوا؟ بعد في نرصوها في البلاتو تبقى الصوص نتاعنا تبقى باذنجان نعاودوا تبقى الصوص واخر طبقه من فوق بالكل باش نصبوا صوص بشاميل وشويه جبن مرحي داكوغ دونك اون جيغي لازانيا ما لازانيا بالمقرونه هذايا فوالا هذايا بالباذنجان وباذنجان راهو كله فيتامينات حاجه هيلثي برشا وحاجه تعاون برشا الانسان انه يقعد صحي يعطيك الصحه بسمه دونك نحن العشاء نتاعنا بعد شويه يبدا حاضر مسكا شيف سامية يعيشك مرحبا بك هكا بكري كشفت الكواليس نتاعنا اونتر نو هذيك الحقيقه لازوني باش نكشف الكواليس دونك احنا اليوم عندنا جاتو سماخ شيف كالعاده الله طاقت عندنا عاده سماخ شيف اللي هو سهل برشا البريباراسيون نتاعو نلقاو البرودوي حاضر جوست نزيدو دي زانغريديون كيما عظم زيت حليب اليوم شنو اخترت الكيك؟ اليوم اخترت انا سماخ شيف اللي هو خبز الكيك نتاع الدرا اللي هي انا اليوم عملتها ريفيزيتي على خاطر الانواع نتاع سماخ شيف تعطينا دي زيدي افكار باللي البرودوي نتاعهم المستحضرات نتاعهم كل مره نحب ننوع حاجه فيهم اليوم انا نوعت عملت كيك باش نعملوها كيك ريفيزيتي فيها الدقله وفيها دونك كيما تشوف هكا ايا هاو تشوف قدامك باش نحل المحتوى هذا كالعادة ما كنتي حافظه الريسيت جوستومون نحطوا البرودوي الكل هاك انا البرودوي نتاعي الكل داكور هذا هاكا ساهل دونك المستحضر نتاع خبز الدرا باش نحط معاها كالعاده هي عظمتين داكور اللي هي سهله برشا عظمتي عندك عليها 100 غرام زبده زبده دونك عظمتين وزبده 100 غرام زبده وعندك 100 مليلتر ماء ما تاع حاجه مكونات سهلين وما فيهم حتى شيء ما فيهش حليب لا هذه كان بالحليب بالماء ولا شنو به نحركهم بالباهي بالباهي كيما تشوف هكا بالضبط تشد روحها مش تشد روحها بالطبيعه ويدخلوا كل المكونات هذوك فيها دونك حكي معناتها تاع عظمتي 100 مليلتر ماء وعندك 100 غرام زبده دونك حاجه سهله برشا دونك نحركهم بالباهي بالباهي باش ندخل المكونات هكا بالكدا بالكدا كيما تشوف هكا دونك خلطتهم بالباهي
بعد ما حركتهم باهي سهله حتى التحريك نتاعها في سفيسه فاسيلو كيما تشوفوا. خل الخليط الكل في بعضه. خل في بعض. دكتور انا باش نحط معاه شويه الفريوه بالضبط. باش نعمل شويه جلجلان فيها كيف كيف وباش نعمل فيها زبيب ودقلا. داكور دونك هذه كلها بالحق هذه فيتامينات وانرجي. انرجي للكيك نتاعنا. حطينا الفريوه حطينا جلجلان حطينا زبيب. بالضبط. حاجه برك ايه باش نقول لكم على استيس بها حلوه برشا برشا باش يجينا الكيك نتاعنا مزيانه. انا دهنت المول نتاعي حطيت فيها البابي كويسون عملت لها شيميزي صحيح ودهنتها شويه زبده هكا الاطراف نتاعها الجنب نتاعها وباش نحط ايه كيما تشوف هكا جلجلان نذري عليها احنا نقولوا نذريو شويه جلجلان عليها هي باش تجينا كي نطيبوا الخبزه نتاعنا باش تجينا مزيانه برشا برشا ونهزهم للجنب نتاعهم يلصقوا فيهم هكا 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 كيما تشوف هكا بالضبط وبعد نقلبهم هذوما هكا ونخلي كان جوس هذايا وبعد نحط المكونات نتاعي هوني تحطوا هوني صحيت بالضبط كيما تشوف هكا نحطوها المكونات نتاعي الكل في المول نتاعي هكا بالضبط بعد انا نزيد نمسحها بالكدي بالكدي ونحطها هكايا دونك حطيني بالضبط وباش نعمل انا باش نزينها بالاموند افيلي داكور هكايا نحط الاموند افيلي نتاعي باش تعطينا نحطها في الفول اللي هي كالعاده دونك كيك باش نحط لها 180 درجه ما بين 35 45 دقيقه داكور دونك شويه خير احنا لو مشينا للساعه الثانيه نلقاو كيك درو نتاعنا حاضر ريفيزيتي مع الموسكا شيف بسمه شيف سامي يعطيكم الصحه دونك شويه خير في العشاء يبدا حاضر والريحه بنينه على الاخر الحقيقه الله 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 يعطيك الصحه يلا نمشي وسبورتيفيت والكلنا سبورتيفيت تقريبا تصير انا وسفيان انا وسفيان نخدموا على الرياضه الجديده يعني الروح على الروح تخدموا على الروح الاخلاميه كما قيس اليعقوبي قال يعني هناك سيطره هجوميه ولكن ما ماركيناش والقوه في السيطره قاعدين نلعبوا على تويكا قاعدين نحضروا نخدموا على محاوله تسجيل الاهداف فهمتني العقم الهجومي هذاك اللي كان عندنا تو قاعدين نخدموا عليه باش صلحوه صلحوه نقصوا شويه من العمق من العقم العمق ماهوش باش نحكي لكم على الفا 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 كيفاش انت تنجم تقري ولادك من سنه اولى سنه سادسه وقريبا لسنه تاسعه فيديو تعمل بلاي لبري ريبلاي كل الماتيريات في كل المواد احسن المعلمين والاساتذه فما بوكسويت توا فيهم الفا عام الفا عامين وفيهم البرامج الكل نتاع الفا معناتها تستمتع بصراحه وحاجه هايله برشا الفا انك تقري ولدك تتحاور معاه تعرف واش يحب شو ما يحبش شنو ناقصه مش ناقصه تعاود الكور معاه اكثر من مره حاجه هايله برشا الفا التعليميه يلا شوف معنا الفيديو هذه باش تلقاوني في مستويين المستوى الاول هو السنه الرابعه حيث قدمت لكم برنامج مجال العلوم في مادتي الرياضيات والايقاظ العلمي ثم في مجال اللغه العربيه بالسنه الخامسه بموادها الثلاث القراءه وقواعد اللغه والانتاج الكتابي باش تلقاو كل الدروس المتعلقه بالبرامج الرسميه لهذين المستويين مشفوعه بالوضعيات التقييميه ثم الاختبارات الخاصه بكل ثلاثي ارجو انكم تلقاو الاستفاده المرجوه وارجو ايضا ان تحسنوا توظيف ما تجدونه في المنصه في اقسامكم ومدارسكم وبالتوفيق ان شاء الله شكرا لكم نمشيو للرياضه ديما سبور في ديما سبور